هالو بيوتيز، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اللوك ده زي ما انتم شايفينه كده، هتشوفوا تفاصيله في الفيديو جوه. بس قبل ما تروحوا تشوفوه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للقناه، ولينكات الاكونتات بتوعي بتاع الانستجرام وسناب شات تقريبا موجودين، او تويتر موجودين تحت في الديسكريبشن، ممكن تروحوا تعملوا لي فولو هناك. وبس ما تدوسوش، اللي هيدوس سبسكرايب ما ينساش يدوس على علامة الجرس عشان يوصل له كل فيديو انا بنزله جديد. و أسيبكم دلوقتي تروحوا تشوفوا الفيديو. طيب يا بنات، دلوقتي انا هبدا اعمل الميك اب بتاع العيون. بس قبل ما نبدا فيه هقول لكم انه انا هحط لكم لينك في الاي كارد هنا، هيطلع يا اما هنا يا اما هنا، في طريقتي لرسم الحواجب، في كل حاجه مشروحه بالتفصيل عشان انا رسمت حواجب اوت اوف كاميرا. تمام، دلوقتي انا هستخدم الكونسيلر بتاع ميبلين اللي هو ايج ريوايند، وهكتب لكم اسم الدرجه تحت في الديسكريبشن عشان انا درجته بتبقى صعبه. انا هستخدمه برايمر للعين، هعمل معاكم عين واحده والعين التانيه هنعملها اوت اوف كاميرا. تمام، دلوقتي انا حطيت الكونسيلر، هجيب بقى البيوتي بلندر بتاعتنا تبقى مبلوله، او لو عايزه تستخدميها دراي براحتك. وبس هدمج الكونسيلر وبعدين هثبته يا اما بلوس باودر يا اما هتثبتيه بلون فاتح لو عندك في باليت الاي شادو. تمام، تمام كده. انا دلوقتي عملت بس دمج للكونسيلر. الباليت اللي هستخدمها النهارده بتاعت الاي شادو اللي هي باليت نكس، اللي هي التيميت، ودرجتها اسمها وارم ناتشرالز او نيوترالز تقريبا. انا بقى هستخدم اللون ده، هستخدم اللون ده هثبت بيه فوق الجفن كله بدل اللوس باودر. نجيب فرشه كبيره. طيب يا بنات، احنا هنعمل اللوك بتاع النهارده، او يعني ميك اب العيون بتاع النهارده اسمه فلوتنج اي لاينر. تمام، يعني هنعمل اي لاينر بالاي شادو وكات كريس في نفس الوقت، يعني الاثنين في واحد. تمام، فانت هتشوف الخطوات احنا بنستخدمها ازاي. بس الفرشه اللي احنا هنستخدمها النهارده تقريبا بس فرشتين، هنستخدم فرشه بنسل، او يعني هي بنسل صغيره، وهنستخدم فرشه بلندنج تكون اللي هي العاديه الحجم العادي اللي بنستخدمها على طول عشان هندمج بيها الالوان. تمام، اول حاجه هنستخدم البلندنج الصغيره دي او البنسل، وهناخد اللون الاحمر ده او البن ده تقريبا ده، هناخده وهنحطه على الكريس بتاع العين بس فوق شويه، يعني لو عينك مبطنه مش هتيجي عند الكسره بتاعت العين، هتحطيه فوقيها. تمام، بصوا احنا بناخد من اللون وبننفض الفرشه وبنحط. احنا دلوقتي حطينا اللون فوق الكريس بتاع عينك. تمام، لما تيجي في نهايه العين هتسحبيه على بره كده زي الايلاينر بالظبط بالظبط هتسحبيه على بره زي الايلاينر بالظبط. تمام،
ماشي يا بنات، انا كده حطيت اللون. احنا طبعا مش هنعمله بلندنج ولا اي حاجه، احنا بس كنا بنحطه لون. بس انا هعمل هغير الفرشه وهجيب فرشه انجل كده عشان بتكون فلافي شويه، عشان بس اعرف ان انا ارسم الخط مظبوط وبعدين ابقى اعمله بلندنج بعد كده بالفرشه الثانيه. المفروض ان انا كمان هاجي من تحت من هنا من عند العين ومن زاويه العين الخارجيه وهرسم اي لاينر بس بالاي شادو، يعني هرسم خط زي الاي لاينر بس بالاي شادو وهنقفله مع الخط اللي عملناه من فوق. خلاص كده يا بنات، انا عملت الشيب اللي هو الخارجي. انا دلوقتي خدت كونسيلر على ايديا من نفس نوع الكونسيلر اللي انا استخدمته بتاع ميبلين، وهعمل بقى ايه، يعني هرسم من جوه الكات كريس. تمام، يعني هحاول ان انا انضف الزوايا الداخليه من جوه وهرسم على نفس الشكل من جوه كده واعمله زي الكات كريس. بعدين هناخد لون شيمر ونحطه وكده الميك اب خلص كله. هنستخدم فرشه فلات طبعا عشان اللي هي بتبقى كده عشان نعرف نرسم بيها. طيب يا بنات، انا كده رسمت الكات كريس. تمام، دلوقتي هناخد لون شيمر قبل ما الكونسيلر بس يخطط. هناخد اللون النحاسي ده، تمام، وهنحطه بقى على كل الكونسيلر اللي احنا حاطينه. ممكن نجيب فرشه تانية ونحط بيها. هو انتوا ممكن تسيبوه كده يعني فاتح، وممكن تحطوا لون شيمر، ممكن تحطوا لون مطفي. احنا هنحط لون شيمر. خلاص كده انا حطيت الشيمر. الاول حطيته بفرشه عشان بس احدد الزوايا، وبعدين حطيت بصباعي علشان بحس ان هو بيبقى خفيف، يعني ما بيبقى محتاج زياده. تمام، فدلوقتي هناخد الفرشه الانجل اللي كنا بنستخدمها ونحدد بيها بقى الكات كريس كويس اللي هو الاي لاينر اللي احنا عاملينه ده، وبكده نكون خلصنا. تمام يا بنات، انا كده خلصت العين. طبعا ده العين من فوق، بس هنعمل العين الثانيه اوت في كاميرا بعدين نرجع نكمل مع بعض العين من تحت. تمام، طيب يا بنات، انا كده عملت العينتين وحطيت الفاونديشن وكل حاجه بالبرونزر بالكونتور. ما حطيتش بلاشر عشان البرونزر اللي انا استخدمته لونه مناسب شويه مع لون الميك اب بتاع العيون. تمام، لو عايزين تعرفوا انا عملت الفاونديشن ازاي او طريقتي في تطبيق الفاونديشن هسيب لكم اللينك هنا او هنا برضو. في فيديو انا عملته مخصوص للموضوع ده، هتروح تلاقي كل التفاصيل هناك. تمام، دلوقتي هنعمل بس مع بعض تحت العين الاي شادو اللي بيبقى تحت العين. هنستخدم نفس اللونين اللي استخدمناهم اللي هو اللون الغامق ده اللي هو شويه على نبيتي، وبعدين هنستخدم اللون ده نموه بيه اللون اللي احنا هنحطه الاولين، يعني هنستخدم ده البلند بتاع ده. تمام، you
طيب انا كده خلصت برضو البليندنج اللي تحت العين باللونين اللي قلت لكم عليهم. انا نسيت بس اقول لكم ان انا حطيت قلم لونه بيج من ماكس فاكتور جوه العين او ابيض لو عايز او اسود، بس يعني الابيض بيوسع العين، اصلا المفروض ان الميك اب اللي احنا عاملينه ده عشان يسحب العين كده ويوسعها. تمام دلوقتي هروح اركب الرموش والبس اللينسز بتاعتي، ويبقى اخر خطوه هي الروج بس. خلاص كده انا عملت كل حاجه، ركبت الرموش وحطيت ماسكارا في الرموش اللي تحت ولبست اللينسز. تمام دلوقتي هحط الروج بتاع ميت مات او ذا بالم اسمه ريليبل، او دي اسم الدرجه يعني اسمه ريليبل، هو طبعا مش هيبان يعني ما علينا. تمام كده يا بنات انا خلصت الميك اب، حطيت الروج، ده نهايه اللوك بتاعنا. يعني يا رب يكون عجبكم. الرموش طويله جدا مش عارفه ليه. المهم لو عجبكم الميك اب ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه، وتدوسوا على علامه الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو انا بنزله جديد، وتكتبوا لي تحت في الكومنتات لو عجبكم او مش عجبكم، ولو عندكم افكار جديده عايزين تشوفوها. بس كده يا رب يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.